أطول رداء في العالم. ما القصة الحقيقية وراء كيف نجوى كرم الأطول في العالم؟ 55 متر هي السنوات اللي إلها نجوى كرم بالفن. رحبوا معي بالشمس. بعد أيام من تصدر إطلالة نجوى كرم الأخبار وتحطيمها للرقم القياسي بموسوعة جينيس كصاحبة أطول رداء في العالم، إي تي بالعربي قابل حصرياً مصمم الكيب كيش جين وحكى لنا كل تفاصيله. هو عبارة عن شولدر بيس، الشولدر بيس معمولة من فور لايرز جلد، هذا ريفلكتيف جلد، اخترنا اللون الشامبين واللون الذهبي، ففي عندك طبقة شامبين ذهبي وبعدين كمان شامبين. هون برضو اخترنا جلد أبيض على أساس اللي هو يوصل بينه وبين القماش اللي تحت. القماش اخترنا قماش كريب عشان بفرق معنا كتير قديش الوزن، لما يكون الوزن على الظهر اخترنا أخف قماش اللي هي الكريب عشان تقدر تمشي فيه براحة ويكون مش مضايق. وخلال الاحتفالية وحصولها على شهادة التكريم من جينيس، شفنا لوك تاني لنجوى حرصت تلبسه كمان في المناسبة دي. نجوى عندها نظرة، نجوى حتى أصلاً بالفاشن شيز أفاشن آيكون، فاهمة الفاشن، كان عندها يعني أفكار حلوة أضفناها، واللي هي يعني كان الكيب المفروض لحاله في إله هارنس تحته على أساس أنه ترفعه، حبت أنه تلبس الهارنس لحاله أز أساكن توب كمان، فعملناهم لوكين سيبريتد، لبست الكيب لحاله والهارنس لحال. والكيب ده اللي أخذ تصميمه شهور طويلة حرصوا معجبين نجوى كرم في الأردن أنهم يهدوه لها. الفكرة هي إجت من الفان كلوب تبعها بالأردن، دايما بنظموا لها الاستقبال تبعها لما تكون جاية على الأردن وبالتحديد على جرش، فهي من سنة تقريبا هم تواصلوا معي وحكوا لي إنه بدنا فكرة كيف اللي هو يكون أطول كيف بالعالم، عشان بدنا مع الفنانة نجوى كرم نعمل يعني نكسر الجينيس وورلد ريكورد. فمن سنة بلشنا نعمل سكتشينج ونبعث السكتشز، وهم يتواصلوا مع الست نجوى كمان لناخذ الابروفل. كان من السنة الماضية عندي سكتشز، كانت الفكرة بدنا نحط شمس ورا، وتغيرت كتير على الطريق لعبين ما بالآخر اخترنا هذا الديزاين وكملنا فيه. والديزاين ده والفكرة الحلوة دي قاموا فانز نجوى بكل ترتيباتها المطلوبة بالتعاون مع جينيس وورلد ريكوردز عشان يسعدوا نجمتهم المفضلة نجوى كرم. أولا أنا ما بوقف قدام أفكارهم أبدا، بالعكس لبل بيحكوني على بيروت وبنسق معهم كيف بدهم ساعدهم، لأنه هني بدهم يعملوا ملقى إن كنت حكيت معهم ولا لا، فبفضل نسق أنا وياهم ليطلع كل شيء منظم ومرتب. وكانت فكرة إنه الجينيس بوك حتى ينزل فيها أطول رداء في العالم، وجينيس بوك كانوا كتير مرحبين بالفكرة. 21 ألبوم و 34 سنة فجمعون طلع 55 متر لهيك لا مش 34 بس انه اللي بدك اياه. بس لحظة يا نجوى، معقول الفانز لخبطوا بالرقم والحسابات واختاروا طول الكيب يكون 55.7 متر من غير سبب؟ الطول هاي كانت فكرة الفانز اللي رتبوا انه هو 55 متر بوينت 7. ال 55 متر هي السنوات اللي إلها ست نجوى كرم بالفن مع عدد ألبوماتها، عشان هيك حسبنا 55، والألبوم آخر واحد كان 7 أغاني، فعنا الـ 0.7 اللي عملناها ورا. عملنا بالكاليغرافي العربية كلمة كاريزما، فهي هاي اسم ألبومها، كان برضو معمول بالكاليغرافي العربية على الباك تاع الكيب. المهم الجستر ده خلت نجوى كرم تحقق رقم قياسي جديد وكبر قلبها بيه قوي. عن جد يعني أنا بقدرته كأنه استقبال أفخم من هيك ما بصير. رحبوا معي بالشمس.